السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه حبايبي. عندي لكم اليوم طريقه فتت ورق عنب، ان شاء الله تنال على اعجابكم حبايبي. طبعا بطريقه جديده غير الاول اللي سويت لكم اياه، تابعوا معايا ان شاء الله تعجبكم. يعطيكم الف عافيه وشكرا لمتابعتكم. نبدا بسم الله. بهذا الشكل لحد ما نخلص. طبعا زي ما انتم شايفين حبايبي حطيت زيت الزيتون مع البصل. طبعا حبايبي هنا حطيت فلفل، نص حبة فلفل رومي مع فلفل حار حسب الرغبة، ملعقة كبيرة زي ما انتم شايفينها، ثوم مطحون طازة نقلبها بس تطلع ريحة الثوم. حط الطماطم، بس نغطي عليها عشان تطلع الموية تبعها. شايفين اتحرصت الطماطم؟ شايفينها؟ نحط معجون طماطم حبة كاملة، شايفينها؟ بدي احط، هذا هو اللي قطعناه، ورق العنب، شايفينه؟ طبعا انا احط بهارات حلوم، ملعقتين بهارات حلوم الى ملعقة ونص زي ما انتم شايفين حبايبي. طبعا ممكن تحطوا بهارات مشكلة، ممكن تحطوا كمون وكمون وكزبرة مطحونة مع بربكة وملح ماجي مع ملح عادي، برضو يؤدي الغرض نفسه، بس انا افضل بهاراتي اللي انا استخدمها، وانتم كمان تسووا البهارات اللي تناسبكم حبايبي في الطبخة اللي تحتاجوها. شايفين هنا عندي بقدونس كزبرة، شوية بقدونس شوية كزبرة، ممكن تحطوا نعناع ناشف أو تحطوا ريحان ناشف قريب، يعني يكون نكهته برضو حلوة. شايفين؟ وهذا عندي الرز المصري كاستين، هذه واحدة وهذه الثانية. أبدأ أحط الموية المغلية، بسم الله. كمان الملح حسب الرغبة. نغطي عليه لحد ما يستوي، لما يبدأ يغلي نخليه ربع ساعة وبعد كذا نقص لحد ما يستوي. طبعا حبايبي أضيف دبس الرمان ملعقتين تقريبا، شايفينه حبايبي؟ بس يستوي نحطه في الصينية وأكمل لكم حبايبي. جهزنا في الصينية زي ما انتم شايفين فتت ورق العنب، ونبدأ أكمل لكم الطبق بسم الله. زي ما انتم شايفين هنا لبنة، زي ما انتم شايفين زبادي، أي نوع زبادي تفضلونه ممكن تستخدموه. شايفين هذا عندي أوان، شايفينها؟ وأبدأ أخلطهم اللبنة مع الزبادي، ضغطنا أبدأ أحط عليها الزبادي مع اللبنة.
هذا محمص او مقلي، زيت زيتون. هنا شوية دبس حمار، وهنا بسطمان، ممكن تحطي بابريكا. خلاص هنا جاهز، عليكم بالعافية حبايبي. المكونات والطريقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي أمان الله.